بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهارده على مجموعات كاس الامم الافريقيه المقامه في الكاميرون 2022، البطوله اللي اتاجلت سنه. لو سالتني الاسبوع اللي فات عن المجموعات هقول لك ما اعرفش بصراحه، لان انا ما كنتش مهتم وكنت متوقع ان صامويل ايتو والاتحاد الدولي هيضغط على الاتحاد الافريقي فالبطوله هتتاجل. بس بصراحه صدمت من قوه موقف صامويل ايتو والاتحاد الافريقي. اول ما رئيس الاتحاد راح الكاميرون قال لك بس البطوله هتقام في ميعادها، ومن ساعتها صامويل ايتو وهو مقضيها التصريحات واشمعنى لعبته يورو وكورونا كانت منتشره ومش عايزين تلعبوا عندنا كاس الامم الافريقيه فيها خيار وفيها فقوس. قلت بس واضح ان صامويل ايتو هيكون البطوله غصب عن عين التخين، وبصراحه بحترم ايتو في الموقف ده. ما يجوش علينا احنا قاره افريقيا وهم عندهم مشاكل كتير وهم بيعانوا من موضوع الكوفيد لحد دلوقتي، فيجوا عندنا احنا يقول لك عشان الامان ناجل كاس الامم الافريقيه. ما انتوا فعلا لعبتوا اليورو في عز الجائحه فجت علينا احنا. فبصراحه لما قعدت اركز كده، لا ده في مجموعات بقى. انا مصر عايز اعرف مجموعه مصر فيها مين. لما عرفت مجموعه مصر فيها نيجيريا والسودان، معانا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، بصراحه قلت يا ده انا قاعد بتمنى نيجيريا بقى لي شهرين ان هي تجينا في تصفيات كاس العالم، فجت لنا في تصفيات مجموعه امم افريقيا. فحسيت كده اللي هو ان شاء الله باذن الله نعمل معاهم حاجه، بس ان شاء الله كده يعني نلعب ماتش السودان على المكسب والماتش الثاني بتاع غينيا الاستواء على المكسب، ونيجي قدام نيجيريا نلعب مباراه دفاعيه على التعادل ونصعد ان شاء الله فرق انذارات او فرق اهداف. يعني ان شاء الله ممكن نعملها. يعني بصيت بقى المجموعه الاولى، الكاميرون صاحب الارض مع بوركينا فاسو ومع اثيوبيا والراس الاخضر. اتوقع ان بوركينا فاسو ممكن يقدر ان هو يسرق المجموعه من الكاميرون ده لو مشي الكوره، انما لو مشي التحكيم الكاميرون هيعدي بدري. واثيوبيا والراس الاخضر اتوقع ان هم هيقطعوا معانا، يعني هيرجعوا على اول طياره. المجموعه الثانيه السنغال زيمبابوي غينيا ملاوي. بصوا احنا عندنا في المنيا في ملاوي، فالموضوع بتاع ملاوي ده ضايع مني، فاتمنى ان السنغال يخلص الموضوع بدري كده، خصوصا انك لو دورت على قائمه السنغال من اول ادوارد ميندي لحد صامويل ايتو، يعني احجع القديم يعني ايتو مين، بس من اول ادوارد ميندي لحد ساديو ماني الدنيا حلوه جدا والقائمه قويه جدا، مرورا بكاليدو كولوبالي، مرورا بلاعيبه كتير جدا. لو قعدت تبص على قائمه المنتخب السنغالي هتلاقي من اقوى القوائم اللي موجوده في البطوله بجانب المنتخب الجزائري والمنتخب المالي كسكواد لعيبه محترفه بره. المجموعة التالتة المغرب وغانا جزر القمر الجابون. أكتر ما أخشى على المنتخب المغربي إنه ما لعبش بره ملعبه قبل كده في التصفيات، فموضوع إن المغرب يطلع بره ملعبه كتير ما كانتش حاجة بنشوفها مع واحد كازوتش. فلما تيجي تروح تطلع بطولة في الكاميرون في أجواء أفريقية ممكن تكون جديدة عليك كمدرب وجديدة على لعيبتك، ممكن الدنيا بالنسبة لك ما تبقاش تمام قوي. بس أتمنى إن خبرات لعيبة المنتخب المغربي وخبرات واحد كازوتش يخلوه يتخطى العقبة دي، لأن غانا وجزر القمر والجابون بالنسبة له مش عقبات موجودة جوه الملعب. فأتمنى إن المنتخب المغربي يتكيف على فكرة اللعب في أدغال أفريقيا. المجموعة الرابعة نيجيريا ومصر السودان غينيا بيساو، اتكلمنا عليها في الأول. المجموعة الخامسة الجزائر كوت ديفوار سيراليون غينيا الاستوائية. لو طبعا كل الناس دورت على سكواد كوت ديفوار، دور على فرانك كيسي ودور على كريستيان هالر ودور على ويلفريد زاها ودور على نيكولاس بيبي ودور على لعيبه كوت ديفوار. بس انا عايز اقول لك ان منتخب كوت ديفوار النسخه الاخيره في مصر ما كانش منتخب قوي جدا، ولو تتفرج على كوت ديفوار تحس ان الفرقه كلها متمركزه حول قوه فرانك كيسي. ففرانك كيسي واسماعيل بن ناصر ورامز زاروكي هيكون في ما بينهم كده حرب عالميه ثالثه في الملعب ما بين الجزائر وكوت ديفوار. بس اتمنى ان الجزائر تكون خلصت بدري قدام سيراليون وقدام غينيا الاستوائيه علشان ماتش كوت ديفوار نقعد بقى نتفرج على كره جميله، وكل واحد عايز يتفرج على حاجه حلوه يشاهدها ماتش كوت ديفوار والجزائر. واتمنى ان كوت ديفوار ما تلوش برده قدام غينيا او قدام سيراليون عشان نتفرج على ماتش حلو. المجموعه السادسه تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا. ولدنا علولو ولدنا اري وجانجا يبقوا قصاد بعض، بس ان شاء الله باذن الله نتمنى الغلبه تكون للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي اللي هيبدا مع مالي، يعني كل الناس بتبدا مع موريتانيا وبتبدا مع جامبيا، المنتخب التونسي هيبدا مع مالي. بادئ الخناقه بدري كده. والمنتخب المالي خلي بالك منتخب رخم، منتخب قوي ومنتخب بيلعب كوره جميله، كوره من رجل للرجل، لعيبه الشباب كلهم مع بعض، فتلاقي ان هم عندهم رتم سريع، والرتم السريع ده اكتر حاجه تخشى عليها لما يلعبوا فرقه بيدربها منذ الكباير هيقرر ان هو ينزل يعمل جيم دفاعي قدام منتخب افريقي، فده معناه انك بتلوش. بس عادي، منذ الكباير عودنا على موضوع التلويش ده من فتره طويله. بس اتمنى بصراحه ان منذ الكباير يفاجئني ويروح يلعب مباريات هجوميه قدام الفرق الافريقيه، لان الناس كلها قاعده تفتكر موضوع 3 و3 ومهاجم ومدافع، دي لا 3 اربع حراس وثلاث باكات شمال وثلاث باكات يمين ومهاجم. الناس كلها عماله حسبي الله ونعم الوكيل، واثنين لاعبين خط نص اللي هو الراجل واخد كل حاجه بس نسي الاجنحه، معلش نسي الاجنحه في النص.
اتمنى ان المنتخب التونسي يقدر يخلص بدري بدري، واتمنى ان المنتخب المصري ما يجيش يعارض ويطلع تاني او يطلع من احسن توالد، ولا نفسنا لبسنا في الجزائر او لبسنا في المغرب. لا مش ناقص حرق دم، هي احنا الموضوع مش مستاهل اسد، احنا اساسا مش عارفين ان احنا هنروح نعمل اي حاجه في البطوله، ومش عندنا ثقه في كارلوس كيروش انه يعمل اي حاجه. فما اروحش انا البس في الدور التاني المغرب او البس الجزائر، معلش عايز تقضيها احترم نفسنا كده ونطلع اول، نطلع بقى من اي فرقه جايه لنا تالت او تاني عادي، انما نطلع تاني او تالت ونروح نلعب الجزائر او المغرب ما ملهاش بصراحه. اتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه في كاس الامم الافريقيه، اتمنى ان منتخبنا المصري يفاجئنا احنا كمصريين ويعمل نتيجه ايجابيه لا نتوقعها لي ولا كارلوس كيروش ولا كل المحللين اللي في مصر يتوقعوا ان المنتخب المصري يعمل اي حاجه، بس احنا نتمنى والله، نتمنى والله ان هم يعملوا حاجه، انا عن نفسي بتمنى والله، بس الحقيقه ما بتتخدش بالتمني، بس ان شاء الله تتخذ المره دي بالتمني. اتمنى التوفيق للمنتخب التونسي، اتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، اتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، اتمنى التوفيق لادوارد مندي والرفاق في السنغال، عشان بصراحه بحب مندي جدا وبحب ساديو ماني جدا، فاتمنى التوفيق بصراحه للجميع في البطوله. وانا هشوفكم هذا الفيديو، اتمنى لي التوفيق واعمل لايك وسبسكرايب، ولا ما يعجبك اتمنى دائما ان ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله باذن الله.